كورنر لصالح العربي، سيف الحشام بيلعبها في المحاولة، لكن جاسم كرم يبعده، حاول يتابعه الخلف، والمحاولة ممكن تكون فيها خطورة، ما زالت موجودة ناحية اليسار إلى السينوسي، سينوسي فترة، الله! لعبها السينوسي، صنعها السينوسي، وخطت فيها صح إلى أيمن محمود قادم من خط الدفاع ليكون هو المهاجم في هذه اللعبة. في كرة جميلة نقلها عرضية السينوسي الهادي إلى أيمن محمود اللي حذر وحط كرة براسه سجلها أيمن محمود في أول حضور مباشر قريب على مرمى نادي الفعيل. شو الاعداء وشوف الارتقاء فوق المدافعين والتوقع السليم الى كره راسيه، جول لصالح العربي في الدقيقه 5 من احداث الشوط الاول من المباراه، والتوقع اذا بحضور ايمن محمود من خط الدفاع الى منطقه الهجوم بنجاح ليسجل هدف العربي الاول، وقرر ان هناك في ركله جزاء بعد المتابعه في تقنيه البي ار. اذا السنوسي الهادي هل يضيف هدف ثاني؟ السنوسي الهادي في الدقيقه 29 هل يضيف هدف لصالح العربي؟ السنوسي الهادي للعربي ولا خالد العجاجي؟ السنوسي جول لصالح العربي في الدقيقة 30، إذا يسجل الهدف العربي عن طريق ركلة الجزاء، عن طريق ركلة الجزاء اللي احتسبها حكم المباراة. جول ثاني شوف السنوسي على يمين حارس المرمى خالد العجاجي، هدف ثاني لصالح العربي لمصلحة الفيحين. كرة ما زالت موجودة إلى لويز الخالدي، نواف إلى عجبي، هملي إلى هنري، بيحاول الكرة معاه الآن لكن يرجع أيضا منطقة التحذير، ما زالت موجودة الكرة مع الفيحين، في هجوم لفيحيل، هنري بيحاول يمر من الثاني، هنري خطره لصالح فيحيل، والمحاولة حتى والجول، جول حلوة نغلات لفيحيل في العمق الهجومي بينجح فيها إذا في شق الدفاع العرباوي. شوف ظهر عدواني يعطي الإشارة بإمكانية الوصول بنقل الكرة بشكل صحيح، بيسجل هدف اول لصالح الفيحين، هدف اول لصالح الفيحين. شوف 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 تفاهم وشوف الحفاظ على الكره رغم وجود التحام، لكن الاستمرار والوصول اذا بلمسه جميله كانت من جايد املي، بيسجل هدف للفيحين الاول ليخلص النتيجه. دي جول لصالح الفيحين، 2-1 النتيجه، 2-1. وفي متابعة ومراجعة أيضا من الطاقم التحكيمي، إذا كانت لعبة فيها خطأ عكسي لصالح العربي، لكن حكم مباراة هذا مغيرات يعطي الإشارة بصحة الهدف، إذا هدف صحيح.